شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول حركة الوقف، ونتحدث عن هذا الموضوع. ضمن بحوث ثلاثة: البحث الأول ضرورة الوقف، البحث الثاني الوقف والحاجات المتجددة. البحث الثالث تشجيع حركة الوقف. أما حول البحث الأول فهنالك ضرورات تفرض علينا الاهتمام بحركة الوقف. ومن المؤسف أن هذه الحركة لم تنل الاهتمام الكافي، حتى الكتب التي كتبت حول الوقف فيما أعلم كتب محدودة وكتب معدودة، وهذا فراغ ينبغي أن يهتم بملئه. هنالك ضرورات تفرض الاهتمام بحركة الوقف،
الضرورة الأولى، الضرورة الاجتماعية. ظاهرة الوقف ترتبط فيما ترتبط بظاهرة الحاجة. ظاهرة الحاجة ظاهرة موغلة في تاريخ البشرية، لعله من الأيام الأولى التي وجد فيها البشر وجدت ظاهرة الحاجة. هذه الحاجات تشكل بؤر للتوتر الاجتماعي، وبالتالي تشكل بؤرًا للانفجار. في الحديث المروي عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. الإنسان اللي عشى ما عنده، اللي يبيت في ليلة من الليالي طاويا، ما أعلم أنتو ليلة من الليالي باقين طاوين بلا عشاء، هل لمستم لمسا وجدانيا بعنوان العلم الحضوري لا بعنوان العلم الحصولي ماذا يعني الجوع؟ الفرد اللي بيت ما عنده، الفرد اللي طفل يموت أمام عينيه من الجوع، هذا كيف لا إلا إذا أكو هنالك رادع قوي، إلا إذا أكو هنالك مانع قوي، كيف لا يدمر هذا المجتمع؟ هذا يحقد على هذا المجتمع ويحاول تدمير هذا المجتمع، المجتمع الذي دمرني يجب علي أن أدمره. عندما صارت الثورة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، الغربيين كما ينقل اجتمعوا، ماذا نفعل؟ هذا الخطر يهدد بلادنا. الحركة الشيوعية تنبأت أن تنجح الشيوعية أول ما تنجح في بريطانيا، فالخطر كان قائم على البلاد الغربية. فكروا وتوصلوا فيما توصلوا إلى أن من العوامل المهمة في نمو هذه الحركة الحاجة والحرمان، ففكروا أن يقللوا الحاجة والحرمان في بلادهم، لا لشفقتهم على الفقراء، وإنما لضمان استقرار بلادهم وحكومتهم، وقاموا ببعض الخطوات وإن لم تكن كافية في هذا المجال. طبعاً أولاً هذه الخطوات ما كانت كافية. الشيء الثاني أنه فكروا في داخل بلادهم فقط ولم يفكروا في الخارج، منطق مزدوج.
الآن الأنظمة الغربية الحاكمة تفرض الفقر والحرمان على العالم، وهذه الأشياء التي نجدها، هذه الثورات، هذه التوترات، هذه من العوامل المهمة فيها هذا الحرمان الذي فرضت الأنظمة الغربية على العالم. هذه الديون الثقيلة، إحدى الخطط الغربية الخطيرة، قضية الديون، أنه يكبلون هذه البلاد النامية بالديون الربوية. هذا يحتاج إلى تفصيل في وقت آخر، وشلون يدمرون ذلك المجتمع ويحطمون ذلك المجتمع. الأوقاف وحركة الوقف تمثل خطوة أو خطوات في حل هذه المشكلة الاجتماعية. كل وقف من الأوقاف هذا يمثل حل لمشكلة اجتماعية أو كثير من الأوقاف. كان أحد الأفراد هذا وقف وقفاً، كان كتاب قديماً أنا قرأته حول التاريخ، كانت فيه لقطات جداً لطيفة حول الأوقاف التي وقفها المسلمون. الكتاب الآن أنا بعيد العهد عنه. في مكان آخر يقول من الأوقاف التي وقفت في البلاد الإسلامية: وقف للأسراء. واحد أسير سابقا حروب كان، هذا يظل في الأسر، هذا الوقف كان لإعطاء الفدية لإنقاذ الأسراء. هناك وقف آخر وقفه فرد آخر لإفطار المحتاجين والفقراء، هؤلاء الفقراء الذين يصومون في شهر رمضان، بالإفطار شنو يأكلون؟ ما عندهم. إحنا ربما لا يمكننا أن نتصور حالة الفقراء. وقف لإفطار المحتاجين، هذا حل لمشكلة اجتماعية. في بالي أنه قرأت قديما في مكان على ما أتذكر أنه وقف فرد وقفا، شوفوا كل عقدة من عقد الحياة كانوا يفكرون في حل تلك العقدة. وقف وقفا من الأوقاف على ما أتذكر للأواني التي تنكسر في البيوت. الفقير إذا إناء انكسر في البيت ما عنده إناء، إحنا نروح نبدله بإناء آخر. الفقير تبقى المشكلة قائمة في بيته. هذا وقف لتعويض الأواني التي تنكسر. هنالك وقف على ما أتذكر، هذا الوقف كان للحيوانات التي تحرس القوافل المتجهة لزيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحيوانات التي تحرس تحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤونة. هذا الوقف كان يتكفل بهذا الجانب.
وهكذا. كل وقف من الأوقاف الاجتماعية يمثل خطوة في حل هذه المشكلة الاجتماعية. إذن الضرورة الأولى الضرورة الاجتماعية، وهي أن هذه الأوقاف تمثل صمام أمان للمجتمع. الضرورة الثانية الضرورة الحضارية. الحضارة يجب أن تقوم على مجموعة من المؤسسات الاجتماعية الكثيرة. هذه من نقاط قوة الغرب على نقاط ضعفه الكثيرة. أنتم إذا تقرون الآن في الغرب هنالك لعله عشرات الألوف من المؤسسات الاجتماعية في مختلف جوانب الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الدينية. الحضارة لا يمكن أن تقوم على أكتاف الدولة فقط. الدول مؤسسات صغيرة ومحدودة الإمكانات والقدرات. الجماهير هم الذين يشكلون البحر، الدولة ما تتمكن. ولذلك المؤسسات والأوقاف تشكل إحدى القواعد المهمة في كل حضارة من الحضارات. نقل لي أحد علماء الدين القادمين من الغرب أنه تبرعات الشعب الأمريكي في عام واحد للأعمال الخيرية ولأعمال التبشير المسيحي والتبليغ في عام واحد، مع أنه خمس ما عندهم، زكاة ما عندهم. هذا التحريض الموجود عندنا ما عندهم. في عام واحد بلغت 200 مليار دولار و14 مليار دولار في عام واحد. الشعب مو الحكومة، 214 مليار دولار في عام واحد. عد لاحظوا احنا تبرعاتنا نحن المسلمين كم في عام واحد. هذه الضرورة الثانية. الضرورة الثالثة هي الضرورة الدينية، لأنه بالنتيجة الفرد ينتهي في هذه الحياة. على قول الشيخ البهائي في منامه المعروف قال: أما أنا فقد انتهى أجلي. واحد في يوم من الأيام ينتهي. وهذه الأعمال وأمثالها تمثل البقاء وتمثل الخلود للفرد. الفرد يبقى ببقاء هذه الأعمال. إذن هنالك ثلاث ضرورات
الأولى الضرورة الاجتماعية، الثانية الضرورة الحضارية، الثالثة الضرورة الدينية، والباقيات الصالحات المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أملك ليكن بهذه لا بزينة الحياة الدنيا. هذا باختصار هو البحث الأول. البحث الثاني الوقف والاحتياجات المتجددة. الحياة دائما في حالة تجدد، ودائما الحياة تفرض احتياجات متجددة. الأوقاف كما ينبغي أن تلبي الحاجات التقليدية المتعارفة، ينبغي أن تلبي الحاجات المتجددة. هذا يحتاج إلى تشويق ويحتاج إلى تحريض، لأنه عادة الأفراد يألفون الواقع القائم. هنالك شيء قائم الأفراد يندفعون نحوه، ولكن الشيء الجديد هذا يحتاج إلى تشويق ويحتاج إلى تحريض. في يوم من الأيام حركة طبع الكتب ما كانت متداولة، بناء المساجد، بناء الحسينيات كان متداول، لكن حركة طبع الكتب ما كانت متداولة. لكن الآن على أثر التشويق والتحريض هذا الأمر تحول إلى واقع قائم، وشيئا فشيئا دخل في ذهن الكثير أن الكتاب ضرورة من ضرورات الحياة، بينما قبل كثير ما كانوا يندفعون لذلك. عموما الأفراد يقتنعون بالواقع القائم ولا يقتنعون عادة بالأفكار المجردة. هل القضية توقفت عند هذا الحد؟ الجواب كلا، الحياة في حركة مستمرة، وينبغي على الموجهين الاجتماعيين والدينيين أن يشوقوا المجتمع ويلفتوا أنظارهم إلى هذه الاحتياجات المتجددة. الوالد رحمه الله كان يقول إحنا المتدينين كلما قلنا للمجتمع المجتمع عمل ولو بعد حين. فإذا المجتمع لم يعمل شيئا فلأننا لم نقل له، يعني المشكلة تعود إلينا نحن المتدين. الآن من الاحتياجات القائمة الأفلام،
الآن تحولت الأفلام إلى ضرورة من ضرورات الحياة. قديماً ما كان يمكن أن تمنع الشباب عن مطالعة الأفلام، كم واحد تمنعه؟ 100 واحد، 1000 واحد، 1000000 واحد، ولكن هل يمكن منع الكل عن ذلك؟ هذا فراغ، هذا الفراغ ينبغي أن يملى بالتشويق. الآن الفيلم له دور كبير في العالم ونحن غافلون عن ذلك. تعلمون أنه هذه أفلام الأطفال تصنع عقلية الأطفال وتصنع قيم في نفوس هؤلاء الأطفال. فيما مضى الأبناء كانوا يأخذون مثلهم الأعلى من آبائهم وأمهاتهم. الأب والأم، بالذات الأب، كان له دور مهم في العائلة، كان منبع الإلهام للطفل. الآن هذه المعادلة مو حاكمة، الأب والأم هذا جزء المعادلة، وربما يكون جزءا ضعيفا في المعادلة. هذه الأفلام التي يطالعها تصنع أمامه مثل وتصنع أمامه قيم تحركه وتظهر على أفعال وعلى أقوال وعلى حركات. إحنا المتدينين فكرنا في ملء هذا الجانب. هذه ضرورة جديدة من ضرورات الحياة. أنا الآن ما أريد أن أخوض في هذا الموضوع وتقييم هذا الموضوع، ولكن كمجرد شاهد، هذا الفيلم الذي الآن يعرض في العالم حول المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، تعلمون أي أثر له في العالم؟ بعض المحللين يعتقدون، ولا أعلم أن هذا الاعتقاد كم له نصيب من الصحة، ولكن احتماله قائم، أن هذا الفيلم لم يوجه ضد اليهود كما هو معروف. المعروف أن هذا الفيلم موجه ضد اليهود. بعض المحللين يعتقدون أن هذا الفيلم موجه ضد الإسلام. ليش؟ لأنه بعد هذه الأحداث التي جرت قبل أعوام، الأحداث المعروفة، وجد هنالك فيض من الكتابات حول الإسلام. الغربيين يريدون أن يعرفوا ما هو هذا الدين، فأقبلوا على شراء الكتب، على شراء القرآن. الغربيين فكروا أن العالم المسيحي أصبح في خطر، المسلمين دا يتنامون في الدنيا. في الهند هنالك تقرير أن أسرع الطوائف نموا في الهند المسلمون. المسلمين الآن أقلية في الهند، ولكن هذا التنامي الذي ينمونه تنامي مرهق. في ألمانيا، ولو هذه الإحصائية قديمة، قبل حوالي 10 أعوام هذه الإحصائية،
أو أكثر، حوالي 14 عام. في ألمانيا وحدها المسلمين عندهم حوالي 6000 مؤسسة خيرية من مساجد وحسينيات وما أشبه ذلك في ألمانيا فقط. ومذكورة شنو هي؟ أنه شنو مساجدهم حسينياتهم. فهذه الأحداث خلقت خطر كبير. الغربيين اتخذوا خطوات، منها هذه الخطوة. هذا الفيلم يحاول أن يشد المجتمع المسيحي إلى مسيحيته، انشداد ومؤثر في العالم المسيحي. أحد الإخوة نقل أن أخاه في البلاد الغربية راح لشراء تذكرة هذا الفيلم، فجاءه شخص وأعطاه مجانا. قال ليش؟ قال إحنا الكنيسة الكذائية تبنينا شراء تذاكر وتوزيعها مجانا، لأنه نجد أن هذا الفيلم من العوامل المهمة في الدعاية للمسيحي. شخص واحد قام كمشروع ظاهره مشروع شخصي. آلام المسيح 12 ساعة الأخيرة من حياته، أين آلام المسيح وأين آلام الحسين صلوات الله عليه؟ المسيح نبينا أيضا، نحن نعتقد بالمسيح، ولكن الآلام التي تحملها صلب مكذوب، يعني القضية ما إلها واقعية تاريخية، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. منتهى القضية المسيح أخذوه وصلبوه، هذا هو. أما القضايا التي جرت على سيد الشهداء صلوات الله عليه، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، الآلام التي جرت على نفسه الشريفة، على أهله، على أصحابه، على الطفل الرضيع، المسيح كفرت، هذا إحنا حقيقة إذا كان عندنا، وما أكثر المقتدرين عندنا، إذا كان واحد يصنع فيلم حول الإمام الحسين صلوات الله عليه مع رعاية الضوابط الشرعية، مثل ما كاتبين أن هذا المخرج تبرع ب30 مليون دولار، المخرج لصناعة هذا الفيلم 30 مليون دولار، مبيعات هذا الفيلم في فترة بسيطة أكثر من 1 مليار دولار، فترة محدودة. حقيقة إحنا إذا كان عندنا فيلم حول الإمام الحسين صلوات الله عليه ما كان يهز العالم. لعله نقلت لكم أن أحد الإخوة قادمين من البلاد الغربية قال استأجرنا قاعة في جامعة وصنعنا فيلم أو تمثيلية حول الإمام الحسين صلوات الله عليه. ما أعلم الحاضرين 500 نفر كانوا في هذه الفيلم. قال بعد انتهاء الفيلم، مع أن القائمين به قاعدة أفراد مبتدئون مو محترفون، قال 3-4-5 منهم من المسيحيين جاءوا وأعلنوا إسلامه. هذه الحاجات المتجددة التي تفرضها طبيعة الحياة، هذه الطبيعة المتجددة
هذه تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى التفات، ويحتاج إلى تشويق الأفراد لملء هذه الفراغات. هذا هو المبحث الثاني. المبحث الثالث والأخير، تشجيع حركة الوقف. حركة الوقف بشكل عام، مساجد كانت أو حسينيات أو مشروعات اجتماعية أو ثقافية، هذه تحتاج إلى تحريض وتحتاج إلى تشويق. التشويق جدا مؤثر، والتشويق خفيف الماء، أقل واحد يمكن أن يكون له دور في هذه القضية، أقل واحد يمكن أن يكون له دور في هذه القضية. يعني هذه القضية لا ترتبط فقط بالتجار، وإنما حتى الأفراد العاديون في المجتمع يمكن أن يكون لهم دور في هذه القضية. النبي صلى الله عليه وآله، أكو هنالك كتاب البشرى ببعثة البشير، في هذا الكتاب يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة المنورة، والمدينة في ذلك اليوم منطقة صغيرة، النبي صلى الله عليه وآله بنفسه أو بتحريضه أول يوم خبنا المسجد المعروف، وبالتحريضه صلى الله عليه وآله النبي بنى في المدينة حوالي 50 مسجد، هذه المدينة الصغيرة، وذاكر أسماء المساجد واحدا واحدا. هنالك رواية يذكرها المحدث النوري رحمة الله تعالى عليه في المستدرك، بل على أثر هذه الآيات، على أثر هذه الروايات، على أثر تحريضات النبي صلى الله عليه وآله، ينقل عن جابر، لعله جابر ابن عبد الله، يقول: لم يكن من الصحابة ذو مقدرة، أي واحد عنده قدرة، إلا وقف وقفا، ولو كان الوقف كما عدنا في الروايات بمقدار مفحص قطات، بهذا المقدار، هذا يعتبر وقف على أثر هذا التشويق وعلى أثر هذا التحريم. النبي صلى الله عليه وآله وقف بنفسه أوقافا، راجعوا في بحار الأنوار باب أوقاف النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين صلوات الله عليه بنفسه وقف أوقافا في البحار، باب أو فصل حول أوقاف أمير المؤمنين صلوات الله في بحار الأنوار، وفي كتاب العوالم أيضا هنالك باب أوقاف الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها، كانت لها أوقاف. هنالك باب في بحار الأنوار أوقاف الإمام الكاظم صلوات الله عليه،
الإمام الكاظم له أوقاف، النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم بنفسهم بعملهم شوقوا هذه الحركة، وبتحريضهم أيضا شوقوا هذه الحركة. هذه رواية مذكورة في البحار عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجل يغرس غرسا في حائط له، فد رجل فلاح مثلا كان يغرس غرس في بستان، النبي صلى الله عليه وآله وقف عليه وشوقه. أي واحد شفته تشوقه تشويق خفيف الموت، تشوقون 1000 واحد 100 واحد منهم يقبلون، هو هذا يكفيكم، هذا يكتب في ديوانكم. تشويق الموظفين، حتى تشويق الفقراء، حتى الفقير يمكن أن يساهم في هذه الحركة. أنا أتذكر امرأة في الكويت جاءت وقالت أنا عندي مقدار من الذهب، جاءت عند أحد العلماء قالت أنا عندي مقدار من الذهب وأريد أن أبيع هذا الذهب لبناء مسجد على أثر تشويق. العالم قال خلي هذا الذهب لوراثك، قالت لا، فدفعت المبلغ لبناء ذلك المسجد. يعني حتى امرأة فقيرة لا تملك إلا ذهبا، التشويق يؤثر، التحريض يؤثر. النبي صلى الله عليه وآله فوقف عليه فقال ألا أدلك على غرس أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأنقى أو وأبقى؟ قال بلى فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال النبي علمه شيء كلش هين، قال إذا أصبحت وأمسيت فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صبح ولي، فإن لك بذلك إن قلته بكل تسبيحة 10 شجرات في الجنة وهن من الباقيات الصالحات. كل تسبيحة تعتبر 10 أشجار في الجنة. النبي صلى الله عليه وآله ألفته إلى ما كان غافلا عنه. فقال الرجل، هذا عندما توجه لما وجهه النبي صلى الله عليه وآله، فقال أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا، يعني هذا البستان، صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين من أهل الصف. هذا البستان وقفه لفقراء الصف، كان هنالك 400 واحد أو حوالي 400 واحد، ذولا كانوا فقراء وكانوا جيشا احتياطيا للمسلمين، ما كان عندهم شيء. وأظن في بعض الروايات أنه أحيانا كان يغمى عليهم من الجوع على بعضهم، هذا جعله وقفا على هؤلاء. فأنزل الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهنالك أكو واحد آخر
مذكور اسم يقال له مخيريق، وكان عالما من العلماء، من علماء أهل الكتاب. هذا أسلم وكانت له 7 بساتين، فأوصى بها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والنبي صلى الله عليه وآله كان يستفيد من هذه البساتين في أعمال الخير التي كان يقوم بها. نحن ينبغي علينا كل بمقدار قدرته وإمكانه أن يساهم في تشويق هذه الحركة. ربما تجدون من الآن إلى 30 عام بعد، 40 عام بعد، مئات المؤسسات الخيرية أنشأت على أثر كلمات منكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي